إذن مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. احنا كنتواجدوا في مقاطعة الفداء درب السلطان. الكل يعلم إذن هذه اللافتة مجلس مقاطعة الفداء، باش ما تكونش واحد الشكوك، باش الناس ما يقولوش بأن كنكذبوا. فالكل يعلم بأن العديد من السدود المغربية كتعاني من الجفاف، وكاين المدن المهددة بالعطش لأن الأمطار كانت قليلة هذه السنوات. كاين تخوف عند الدولة عامة يعني في هذا المشكل ديال الجفاف أو قطع الماء، وبداو واحد الأمور اللي بدات كتطبق، منها منع اصحاب لافاج او منع اصحاب غسل السيارات انهم يستعملوا الماء الصالح للشرب من اجل غسل السيارات. بداوا بعض الامور الاحترازيه، ولكن كنتكلموا الان على مقاطعه الفداء اللي مازال متاخره، وربما ما عندهمش علم بان كاين الجفاف، فالناس مازال كيسقيو بالماء الصالح للشرب. ربما الوقت ما كانش مناسب، لان تقدروا ترجعوا من بعد انتهاء من هذا المباشر، ترجعوا للثواني الاولى ديال هذا المباشر باش تبان لكم العمليه ديال سقي الشارع بالماء الصالح للشرب. الفرشه المائيه كتضعف بهذه السلوكات. غادي نقربوا باش تعرفوا اللي كاين بان الناس كيسقيو بالماء الصالح للشرب. هذه مقاطعه الفداء، يعني العامل ما عليه حتى شي حاجه، يلا مازال كيجمع دابا في التيو ديال الماء اللي كان كيسقي به هذا الشارع، فما عليه والو. العيب كل العيب على المسؤولين ديال مقاطعه انفا، او جميع المسؤولين على جميع المقاطعات، لان حتى مقاطعة المعارف يوم أمس فشاهدت منظر اللي ضرني في الخاطر. فالدولة والمجتمع المدني الكل كيتكلم على واحد الجفاف أو أزمة عطش غادي يعاني منها جميع المغاربة. كاين أخبار كتقول بأن مدينة الدار البيضاء ونواحي مدينة الدار البيضاء غادي يبداو يستعملوا الماء بالساعات، يعني غير واحد الوقت محدد. حتى كاين قرار ديال منع اصحاب غسل السيارات، كنتكلموا على اصحاب لافاج، حتى هما بداو كيتمنعوا، يعني غير يقلبوا على شي حاجه اخرى للبديل باش غادي يغسلوا هاد الطوموبيلات. كاين اشكال، ولكن كتلقى ناس اللي جاوا عندك باش تنتخبهم باش يدافعوا عليك. فهاد الناس خارج المعقول وخارج الاخبار، وما عارفينش اشنو طاري في البلاد، ومازال كيسقيو الحدائق بالماء الصالح للشرب. فانا غادي نوصل لنهاية هذا المباشر، لانني فين ما بان لي شي لقطه في الشارع مستفزه مثل هاد اللقطه اللي شاهدنا الان، فغادي نوثقها بالصوت والصوره، تقدروا ترجعوا كيف قلت مع بدايه هذا المباشر. الثواني الاولى غتبان لكم العمليه ديال السقي. غادي نوصل لهذا المباشر، وبارطاجيو وتبارك الله عليكم.